الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد عشر كان واكيب بقول سقاشن يشنات كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى وعين قصوة جرّي كتاب الكسوف قر حمدوبات كي يد حمدوبات كي بين قصوة جرّي وإن صوم الرّي حكم كصلاة الكسوف خلاف كوتشري فقهاء يعلم هذا سيس هو من دافين علميه هو واجب ورجل رب بطننا يرجل وسنة مؤكدة وإنه صوم الرّي مسائل كمرك كردم منا أي شيخ عاو وجود بهيا وكهذا هيا نوّن أبواب كلا دوان وجنتي حق ترى ذا إن إلا برحق عضو الطهي وأنك صوم روا مسألة إجماعية وحال اسكم عندها في كلية رك عضو الباء إمس الركوع باق جليسة أنت أصح ذي أما صحيحان ككتمد أما صورا ككتمد صحيح هذا أما حوق بدن وإن لا إذا رك عضو الباء جليسة لبر ركوع وأنا سيد حديث كعائشة وكب الله بمسلم إنك سور رواية بدن بيسة وكوكياني سيدا وحكا بدلان ومركا وتلمام أيو حديثه رأينا يسحانتها إلا أن عادة مسلم هي النسائب وحاوي هذا ربان حديث طرق يسا أروريان وجمعيا وحيكو باللابان الأصحى فالأصح بيكو وضعان طرق ذو أهر ريسو هر مريي وليبا وحديث ابن عباس بحق لي روايات كعائشة وحوت الماما يا مسلم وحاوحك بدن إلا إذا ذو صلاة ولا برك عضوت رك عضو البنا وحاق ليسا لبركو عضوت حائمًا دونا قيمنا الصوم مرتين بالرواية كودن بيساي آيين ركعت والبيني جليسو صدح الركوع حائمًا دون تا ركعت والبيني جليسو أف الركوع انت أصح صحيحان كويمد يسونا كحديث حوك بدن أبو داود يغير كيبا وحيور حديث الماما يا إن ركعت والبيني جليسو شن ركوع ومركا لبدي ركعت وحاق جليا طبن ركوع حديث كأسوه ضعيف أسوه ضعيف ومعلول مرك انت أرون وانتاس لبر ركوع في كل ركعة صدح ركوع في كل ركعة أفر ومرك سيديد سكون نقونيس حديثة سمرك إمام كربائنه فافاهيو ما دام عشر كديري هاي حقنا دريريا آن ربو وحنهور مرنا يا مسألة حالي اللي يودينا يا هاي وقت جيدا قرما صلاة الكسوف لتكني وقت معينة ملها وحن كحرنت حلقة أي قرحنا مذوباته أما ضيح مذوبات حلقوا دور بها النقدة وحن وذادوس كم عن دافين وقت الكراهة حلق الصلاة ها سنة لكوانا يي أوقات الكراهة تقانة أو تقانان ملة تكون كرا صلاة الكسوف أحد كقباء صلاة الكسوف إن السنة هاي وحولية هاي وقت كراهة هذا لم تكن أيه سيدا حنا في يدي عيد الله الماشي أحد كقبائنا واجب تهاي وحقبا والد كان يا في كل لحظة يقرح ذا مذوباته أما ضيح مذوباته أم وقت كراها النقضاء أم يسنقن ضدك قبي أوقات الكراها صلاتها واجب كا هي سنة الصواب كلام مقارن كأما متقدم كآل والد كان كرا سيدي الشافعية ذا أيه حلين والد كان كرا في أوقات الكرام حال صواب مقارنة أي يالتي إليه تفصيل كاس هو مسألة ومسألة مسألة اللبات ما اللوغان كرا قرح مذوبات كأي يديح مذوبات كم اللوغان كرا هذا قرب من فرديك لك قال لي خلاصة وحوي وما أها شيء من علم الغيبة شيء من علم الغيبة ما أها إن لشيوة أما الله قياسه الله أدرسه قرح ذو حلقي مذوبان يدي حلقي مذوباني سيدا أدو قرطان أدو أدرستان حلق الروب كودا أي الروب كوغا كي ضيرتا حقاقي حلو ودي لها تضب كاو تقانين لحكور كي حد يجرتين وحاصر دان حيس كو حلو ودو روبب كودا نوع دون بهال هذين وحيدين ليين حلية معينة وتكو اوقاتين بالتجربة والعادة هبينك حلق قرحيت كي هبينك حلق حقاقة إنو كل الدنيا كل الدنيا واتقانن بالتجربة كو اوقاتين ساعدوا هنا يسبدل أيان هبين كون يسبدل أيام ما أنتوا يسبدل أيام ساعدوا قرن إنسان بعادة الله أتكو تاني تجربة نفس الشيء ضدك علم الهيئة أما ساينس كقطة خاصة أما علم الفلك يا قانا وي قياس كران وين قرن كران حلقة أي قرح ذنب ذبانا يسو أما ضيح ذبانا
ولذلك شغل الإسلام ابن تيمية وحمد الله هذي علماء الهيئة اسكوا وافقان على رأي في الكسوف أو الخسوف فقلما يخطئون فقلما يخطئون هذي علماء الهيئة مقوليها انفلق كشقية أي اسكوا وافقان رأي ما لنهبلو ساعد هبلا دعي كارتين قرح ذو مذوبات أيد هذا إن يقفان ويأذك تايب الشيخ ويرطى إن يقفان براد الدقف لقمه وهي حساب تعالى الله يقانا بلقو قفها إياه صلاة هاي نكو قفنا وقت قوضة هذا إس خلافان هذا وان رأيي اللي وسكو من رافي وي صادرتيت ويحددون وحيدا هذان علم الله علم الهيئة أما الصينيس كاللو يقانا خاصة فلقة وحكو سابسا مسلمين تعلق قات عيقا كوها متخصص ولذلك حدقه مقع أبحيان بإلى أمن كان قوليها ريور برقب قيبة استعمالات لابد حدقه لو يغنى الدبران كاللي في اللغة العرب إلى يومنا هذا إنجليشان دبران بالله هذا علم أن أسهل كيس مسلمين تلقى قاطع إيقا أها طلايع ذي فن وحكا قري كتب تكالي في ست دقيق أغاها اللي لابد بقول يسديتن كي عفوا لو بقول صدر يدور كي بوكاه ابو تمام قبل دراي فتح العموريه يكشكي قراي حلي مدوباتي ساعديه دقيقه هي مدوبات قبل يكشكينيا وخي لا شيغي ليدي هدي خديغا خديغا كو اادو حلكا اي قرخدو مرتو وا تبيسا دقاقن حقي كبخاي بوله مذنب كهذا لغا هله اي سينت يشو كا قبل كغا هله مركا علم اي علماء العرب ايغو كو اهايين هرمود هرانا صحابيين dadku dhana ciyaalun calihim ayihim way cilmigu ma aha cilmi ay gaalay ay keensadeen waa cilmi gaaladu martay naga qaateen ay wax ku dardarsadeen taqaddumka technology ma dadka la gaari taa iska ogaada in lagu garan karo qorax madoobaadka iyo dhex madoobaadka bil xisaab al falak lagu ogaan karo ma diideyso inuu yahay aya min ayati llah oo ilahi adoomis uu ku cabsinayo ku bashinayo روب كحل قدي حليس وين نقانا وبالتالي مركب باللوضو هنقر كيسي أنكت كإيه تعدي سوا كعب سنة نفطا هنا قبان والله هنا صوبحي وحبناه كوبحي كرم مجرو شيء إنه يهاي لقران كر حل قو إيماني وحساب لقو قران كرو يا اسم الدي ذي يعني إنه يهاي تخويف من الله سبحانه وتعالى محايا لي آيات كان الله دريرية أسبابنا أسقى أويا لسبحانه وتعالى لابد أسقى إسكالي مركب واحد استيدا يما ولذا وحي هذا نقول لها مركع علماء الهيئة علماء الصين يقول سبت نفسه فلقة إن منازل القمر والشمس أو الضبق له سديد يطبنك السنة هل مر بيقول رحنا مدوبان كرتا ضيحنا واسد وكالي سديد يطبنك السنة هل مر بيقول رحنا مدوبان كرتا قل رحنا مدوبات كهوري إيا كالصوحي وحاول حين إيا كي يطبن السنة عفوا سديد يطبن سنة الرباع سديد يطبن سنة كي يطبن مع الموت تضبط ساعدود يا أفرتني صدح دقيق هاي ده يري سيدي يطبان سنو فأي ورك يشيغن وي سيدي يطبان سنو كوي يطبان معلومات تضبط ساعدود إيو أفرتني صدح دقيق أي أول حين أي سيدة رحات كي غالبا لا يقانو دي حمدو بادك يقول رحمد وباد كقرحة 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 ولا ينكره هدو سودك دو ومخالفة العادة يدك محات غير الروك إنه دو سنة كي لباتشير ليح جور بدي كرا ملوس إنك قادم باب جرتا ملو عضو بيرتا يكوب بعد سنة كي با يكوب بعضه لبا جور باتقانة ده بيبقى أفر قريشان جور ولا تا وحي مخ استثناء هذا جونوي لكن سيد الله يقانو جود واحد هو أنتاس سيد يتبان سنة كوي تبان مال موت إيه تدبر ساعة فرتن صدح دقيقة حساب تدقيقة مرك هذا الحساب يسوي واحد قرن كرتا بقول كل سنة بأنت كورة روح من دبان كرت وحديه كرتا هذا هو شو قنع سنة هاي أنتو النبي قنوا عليه الصلاة والسلام روح من دبان كرت كلية مرة واحدة أنتو النبي قنوا النبي عليه الصلاة والسلام انتي وان لا درين الرسول خلق دغ اي كادي بعدما ارسل الى وفاه عليه الصلاه والسلام الى دمرك النبي قد انت مت كان هي دواينه تغ ادونك وا كتغ انغ انو سو داوش رسالتي النبي نمد وا لتو وا نبي في حياتي ومماتي لك وعن وجهنا انت نولا اي او رسول كا لباتني ما قي هي لباتني صدح سنه اذا وحا قلي كره هل قرح مدوبات لانه سيدي 18 سنه اي كوي 18 معلومات
todoba saac 43 daqiiqo aad ka goyso wax yar baa soo haray wadaadaha le marka hal mar uu midoobaatay ee wuxu waa tacadud iyo naga daaya iyo waa ikhtilaaf al ahwal iyo salaadii horatan uu saas u tukaatan saas uu ku tukaa waxa kama jira wadaada oranaya hataa meelahaas ay cuskaraya marka hawshaasi waa mas'alad uu ogaan karo bil xisaab lagu ogaan karo qoliyo ka yareeyaa jira oo yiraahdo maya waa 11 sano 11 maalmood 7 saac 4 iyo 3 daqiiqo laakiin inta u badan ay sheegeen waa intaas raayiga marka 18 sano uu taageera maxamuud baasha falki iyo axmed shaakir baa taageera inta marka isku ogaado ma aha mas'aladu mas'ala qayibna ma aha mas'alad diideysa inay tahay takhwiifna ma aha إلهي بقى أسبابتنا الدريرية شيء والبنى كحرة حلي معينة كحرة باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف وحبابي هاي إن عذاب القبر قال الله الشيء في صلاة الخسوف أو مسلمين تلقي هذا إلهي كم كان قال عذاب القبر إي عذاب النار وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنة بحدثنا سليمان يعني بن بلال التيمي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أن يهودية هوين يهودية أتت وحيؤت من عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها يدوح ويدي سنيس مركز هو يدن وحسي سوي توك سنيس وإسلام سكده ورسنة إزاي آيد مركز هو يدن عاوسي فقال وحيت الإسلام يهودية أعادك الله الله كابت بادي وكاكري من عذاب القبر قبرك عذاب كيسي امتحان كيسة قال عائشة وحيت فقلت محاني يا رسول الله رسولك الله أصبرت بأي قطك تي وإنك سومر إني كود فرتي ان كسو مره كتاب الصلاه قيبي سهوره كدبنا نبي هو شيخ فقلت يا رسول رسولك الله وحاره يعذب الناس في القبور ضدك قبور تميا لو عذاب يا جهنم كهر يا عذاب النار كهر انت انت قبورت لو جيره حياه البرزق اي جرتو ميا لسكو عذاب يا قبورت قال عمرو وحيتني فقال عائشه وحيتني قال رسول الله هي عائدا بالله عائدا بالله اي معاذ معاذ الله بل معنا طيب الله انه كم من قال وين طيب الله انه كم من قال اما جئت او اصبحت عائدا بالله هلك هلك اد شيغت من الهي كم من قال هيا وي يعني النبي عليه الصلاه والسلام وحا دعي كرت انت اني تاهوش انت وي لو شيغين عذاب القبر النبي ان لو وحيونين وهذا تقرب انه كسو هذا الله وحا دعي كرت النبي وله الهي ان كم من قال عذاب القبر غاس او سن النبي مره او سن ديدني ثم ركب رسول الله رسول الله باكوري قاديد كيسي ذات غادات أروها كمذا مركبا قاديد بكر أمام ميل بور دقاقي فخسفت يعني وحوى مالك للدوغة إبراهيم وي نبي قال أسوه انتو ولكي حبالي حباش الشوغة ونولي كسو دقاقين با ورحي الله أركي من مدبات مركز نبي قال سهر عليه أسوه دقاقي قروا يميت در كيسي بول لبستي مسايدكو قالي سيدا سوي وجنازة أبو حيوي مركب كل شيء فخسفت الشمس قرحت بها مدوباتي قال عائشة وحيتني فخرجت وان بحي في نسوة دمر لحظة بان بحين بين ظهري الحجري جمع حجرات ونقوري قريه قول النبي محمد دمر بيوت أزواج النبي اللوجدة فخرجت وان بحي في نسوة هوان بان بحي بين الحجر في ظهري وأسكا زيادة معنا هذا أولي هاي علمات الشيخان المتشره أدان قريها قولك برطن كودان كتكنا أن لقودن هوين دح بين الحجر في المسجد أيام كجر مسجد كدحديسي يعني مسجد يقول وين حجرنا وحاول يقول لك كدم بيا هوين نوع إلى هايين يا دمر كبضن كنت كتكن خاصة أزواج النبي كتكن أيين أنت كان مسجد يقولها أصوات قالين عمرك هذا دمر كورن وحري بمسجد تجر بحري فأتى رسول الله رسول الله بايمد من مركب مشو أذب وكي من حتى انتهى إلى أسوق قارئ وكسر دماد إلى مصلاه محرابك وكنت كان مشو كنت كان جري مصلاه من المسجد هو الذي محرابك كان يصلي فيه وكنت كان جري سيدا عادي صلاة شنطة فقام النبي هو استاقي هو صفتي يعني إنه حدو استاقي وقام الناس وراءه مسلمين النبي قداش سي استاقين فقال عائشة وحجري فقام قياما طويلا عليه نصوم الرادة ثم ركع فركع ركوعا طويلا نبي إن بضن بوتاقنا إن بضن نوار ركوع سنة ثم رفع وصوته ركوع دي بكسوته فقام قياما طويلا اعتدال لبعض بقلو آتو دير وهو دون القيام الأول كان سكي استاقي هوري ثم ركع فركع ركوعا طويلا ركوع لبعض أي نبي يقول ركوع مركا آتو دير وهو دون ذلك الركوع ركوع دي هورا كقاسرون كير ثم رفع وصوته النبي وقد تجلت الشمس أيضا قرحت أي فيدنتو مركا أي عداتي فقال سبحانه وحولي أعدك والله صوت إني
قد رأيتكم محايدة كمسلمين تفتنون إذنكم الذين امتحانا في القبور قبور تقوده هذا فتنة امتحانه كفتنة الدجال نينك الدجال امتحان كي سوك لأه معايا إلي قال عمرو وحيد جري فسمعت عائشة مغي تقول يضولي فكنت أسمع رسول الله رسول الله بن مقرج رواجدا بعد ذلك مالك كدب أنت كدب يتعوذ أسوه كما قلي من عذاب النار وعذاب القبر مالك صلاة الكسوف أي دعوة كدم بي صوبناها عليه الصلاة والسلام أو كما قال عذاب القبر عذاب النار يعني أركي تشري محاي والله توصي ومد يومرك اللقاء عذابها أيوه أما الله امتحان أيوه عذاب القبر مريزة تقول من كسوة هذا الخلاف كتري ولكن حديث البائي الأنمريني الذي لا يسبر من بولي أن صومر ينبين وفافين أو شعيدة إذن مناسبة كجرت عذاب القبر محايلة لو من قال في صلاة الكسوف عذاب النار لأن شيء بشيء يذكر محايا إلي ظلمة الكسوف مذوبات قرحة مذوبات أما ضيح مذوبات وحوك حسوسين إياه ظلمة القبر مقدقة قبر حسوسين إياه الدون كرنبا دمق النقضي أم ذو بادي مالك يبا هبين أو إكاتي هبين بمالك أو إكاتي إذن مقدق قبرك يو حذكو قبريسا مذوق قرحة وشيء بشيء يذكر مناسبة سكرة حيس يتعوذ من عذاب النار النار تعذاب كذو إلهي كما قال جري وحين تاكدم يو عذاب القبر لفظك النبق إلهي كما قال جري قصدا أيضا وحاشا ابن خزيمي بدارمي في سننه وفي سنة الدارمي وصحيح ابن خزيمة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار بنبي رجل عليه الصلاة والسلام وحدثنا محمد المثنى بحديث النبوة التبيعي حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد وحدثني ابن أبي عمر وأنا محمد يحيى حدثنا سفيان عيينتنا جميعا عبد الوهاب وسفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الإسناد سند كان يكون ريان بمثل معنى حديث سليمان بن بلال حديث سليمان بن بلال عن يحيى أي مركة وريان ويسوفيان إيو يا عبد الوهاب لما معنا لكن أن كل لفظي آهي إذن محل شايدك يحدثك أسوا فقصين ونبي كما قالي عذاب القبر عذاب النار إلهي كما قال في صلاة الكسوف قداش إذا أمر دحل إذا مقوده إذا باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ويحل الله بردك النبي ما إنك الله تسؤوت كنيي أو كسابسا أرنك جنة أما النار وحدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزوار محمد عن جابن عبد الله الأنصاري قال كسفت الشمس قرح دبان مذوبات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر مال كل الكيس الدرين يهي أمن برقنا يهي فصلى رسول الله رسولك إلهي بان ياتو كذي بأصحابي تجيه وحان المعينان إذا يشعر وحلق أي قرح دبان مذوبات أما ضيح مذوبات وحيدا نقوليها العلماء والهيئة يسانس كوا ضبياقذ بشي مذوباتا أول كورة كم مذوبات رحنا كم مذوبات بشو هضيت تومنتو مالك اللي باتني سديادات بين مذوبات قرحه أما هبينك اللي باتني سديادات بضيح مذوباتا ونس دمها دي هضي برد عذوي إلى هذي اللي باتني سقال بشو كورة ما نيس ويتومنيسو هبينك اللي باتني سديادات ضيح ودبنية والله ما أركا أيوه المهم وحيد بشه ضبايا قاده ذا ام بيقرح ذم ذوباته لباتني سديد ذا ام لباتني سقالك هذا يبشه صدق كرد ما نيسو لباتني سقالك يمذوبان بيده هذا لباتني سقال بشه كرد ما نيسو ثم نيسان وشند الله ذهيننا وحيد مذوبان نيسا لباتني سديد ذا حلق حتى وشجع سعدي وشجع صناديه وشجع هوش وحساب وباهن فهم كات فانته وريج قرح ذا يقولك إنه وريجو يدك وديدن تين أيقول ويحيي ركوا وريجا حاب بدل باشرة بركة مكروي با أقولكم مجران قر با عركم مجران قر با عر وحول با مفلق وريجا هي مدورها والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون يعني هبين يمالين يقرح يضيح يدلك كل في فلك يسبحون والفلك عند العرب وأشياء المدور سلف كاسدا يري صحابة يري تابعين بايري مركب آياتها فصيرين آخرية نقولكم مركب في الثانية هاي ومووريك سنو كبادو كلام ماءها
ama garaangir oo kale maaha, waa ra'yi aan cilmi ku dhisnay. Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah wuxuu sheegay ijmaac culamaa al-muslimin calaa anna al-arda karawiyya wa kadhalika as-samaa wa kullu falak kastu ilaahi sheegay waa mudawwar. هاي الدنب يا هوشاس ومحل زعبة كتير قل يا شيخ وتكفيرنا يا شيخ حسن هوشا لما سعود قل يا شيخ الإسلام ابن تيمية ما دام هو قبابة إنه عرك مدور يا هاي وعرك كروي يا هاي وقلو تكفير ويقول نمام باكو تكفيرنا وأرض ومسطحة غير كروية تاقي آخر وركو ده لو أعطني سديد تمثل يسوق قرام بيكو كتاي هذا قصي مشغول ما يبحثك لها الدنب يا نيكي إذا دلكو دلكو wuu wareegayaa iyo ma wareegayo annagu waxba hadda aan ku takfiirna ma hayno, laakiin ninkii yiraahdo quruxdu way taaganto ma dhaqaaqayso hoostan ka xariiqayna waa laba kale masalo. Inaad fahantaan baan rabaa, quruxdu waa thaabita mustaqira gayru jaariya ma socoto, hal meel bay taagan tahay. Wa innamaa yaduuru calayha alardu wa kadalika yaduuru calayha alqamaru وهي أضب دحات تاجن وهي أنت كلا واشيد مرة وكد الوريج يا سادينك كعبد وقطة وافطار وكلا نك سو استاج وحن لنا هاي هوستك حرقية بحثك إنه مالك حل كلام كذا دونا. أما هؤلاء هن كلا ومسألة كلا هذا وحنا صو هوش أنه إنه عد متشرو ويحك الصوم مشك وتويل باقلي كرا. فصلى رسول الله رسول كلاه تجيب بأصحابي أصحابتي فأطغى القيام قيامك من نبقوا ديري استاقي حتى جعلوا إلى أصحابه قدق عليهم النقدين يخرون كوضا ظنيا من طول القيام والحر. رواية كلا عديس عند من حديث عائشة عند أبي يعلى حتى صرع رجال من الحر إلى أن من دور سمن مير دبول من الدعين وحتى رأيت رجالا تنضح وجوههم بالماء بيتر إلى أن كرقن تي صوحين بيلوها فينا الوشبة أيوه لبلبلة أيوه ونبغى تاغ انت تكنيا. ثم ركع النبي وركع فاطال ركوع لي بديري ثم رفع فاطال اعتدال كي بديري ثم رفع ركع النبي وركع فاطال الركوع ثم رفع وتوصي فاطال الاعتدال ثم سجد سجدتين لو سجد النبي سجودي ثم قام النبي واستاغ مر لبات فصنع وحوس من نحو وح كدو اي قريبا من ذاك ركعت دهور او كل كدو فكانت وحا مش كدعي وهي صلاه النقطي فكانت الصلاه أما حاصلك حن أربع ركعات وأربع سجدات أي أربع ركوعات وأربع سجدات أفر ركوع هي أفر سجودات بمعنى ركعة والبحاق لي لبا الركوع. ثم قال صبان وحوري إنه عرض علي وحالي بندي كل شيء شيء كستال لأي تصي تولجونه آد جليسان أي تدخلونه قبر آد جليسان بعثك جندي نارتي وحو البوت قلي دونتانو إذن سوغي حساب تضمريسان أي الله يبان دقوا الله يتوصي فعرض علي وتفصيلك وحي قال لها يدد بن آدمه فعرض علي الجنة جنة الله يبان دقوا الله يتوصي حتى لو تناولت هدان لاعلها منها قطفا أخذت وصوقا لها أو قال نبي حول تناولت منها قطفا تناولت تنضم بوحكا لقيسا مددت تناولت منها قطفا مددت يدي قعدت هذي بان تاجي النبي عليه السلام وقصو قاته لان تناولت محان لا منها من الجنة قطفا قعن بان لا عيف قصرت يدي عنه قعدت هذي بكت كجابته ما نجارين وعرض علي النار نار تبى الله يد بان رجاي الله يتوصي فرأيت فيها وحان كأرك جهنم امرأة من بني إسرائيل هؤلاء ربنا إسرائيل أن كأرك أم حيا يدل عذابها تعذب حاتل عذابي في هرة بسدي مكلال لها يدو هاتو ربطتها اي حدي او ميل كقبرتي فلم تطعمها وحو مايسن سين ومايسن قودنين ولم تدعها مايسن كتغن ومايسن سيدين تاكلها عنت من خشاش الارض خشاش يا خشاش بوالي لدا حشرات كدلك خشاش هو هوامك يا حشرات ك عيانك كبشانك ملعيدي دولغي جيرك عيرسن جيرتين وي وديت اينا مايسن قودن والو عذاب. ورأيت وحان كل ورك أبا ثمامة عمرو بن مالك الخزاعي نك عم الحي لو ننشروه يجر رأسه شيدا يقصبه حيدا كيس قصبه هو معاء المعاء وحيدا ك في النار أقصاب الجمعية قصبه هو مفرد وجمعه أقصاب
مفردك أمعاضنا معابا المعاء جمعنا وأمعاء قص بقوة مفرد جمع سنة وأقصاب يجر أسوق جيدية قصبه حيدمدي سجيدية في النار علاش بصور بعض حيدمه سوى النار تقول حجيدية سيد الرتش شجيدية وإنهم كانوا يقولون وحيقولون جن الجاهلية ذو ذات كان مسلمين تاهين إن الشمس والقمر قل رحضوا يضيح الله يخسفان أمم ذو بدا إلا لموت عظيم نوي دمشدي بقر إيو نينو عاصو كلا وإنهما لبدن نبي حوري صلى لبدن قرح يضيح آياتان ولبع علامات ومن آيات الله إله عالم سكمده يريكموهما إله بإذن تصيو وإذن كعبسين ياوي فإذا خسفها دي مقديوبان ومذوبان فصلوا تكذا حتى تنجلي إلى أيتي مذوبات كفي أنت أمضيح كعدادا مقرد كعدادا وحدثني وحاكلوا حديث كإيت بيي أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام قد استوى ثمرتين بدل سنادي مثل ابو كشاغي الا انه قال وذلك عبد الملك وحجري ورايت في النار نارته وحان كو اركي امراه هوري حميريه يمن يدعه ريح حمير يمن بيدق جيرين سوداء روايه كلا ادماء مارينا اسلان ريب حمير او مارن طويله ادو دير هرانا وحال سو من بني اسرائيل ريح حميرنا ريب اسرائيل ماها وأن من عربيض ومدح بنان حلوه حيليه تاريخنا ويسوق إيسا ريح مير وادتك أن يهود بيوي يمن تي يهود جوكتي عرب تي يمن جوكتي حميرين تي خاصة وأن من يهود نبدا قاطي قيبنا وي النصارى ومي تنصر باقو دعاي أيوغو مركا قيبنا النصارى سيد عرب تي حق سوى جرتي سعودي قول نجران آقا جرتي النصاريين قيب تي حق بدا جرتي عضان لوكا جرتي iyo konfurta kale jireen ay yihiin yahuud bu nabigu soo gaaray alayhi salatu wasalam marka min bani isaa fi tadayyun way la fi nasab la fi nasab macnaa samayshu ku jira walam yaqul abdul malik musa dhihin min bani israeel wa hadii marka riwaayadu min bani israeel mahfudatay sidaas ku jamceenaysa hadisan mahfuda ahayna مسلمان مدائن وتلمام أيوه أنت وحقوك أنا إنا إسلام تريب حمير طاي أو إسلام ريب من إسرائيل هاي سيدنا ما نقطة وحوي رواه هو رأي وكتب الله بكل حب أن تضم به سيدنا ما تقول مرك وحوي هو رداس حمير يدعى وريب من إسلام حيث الدين أما من حيث النسب ريح حمير وقيس كلا يهود ماها ريب من إسرائيل ريب من إسحاق ما هو بني إسماعيل أو من القحط من بني قحطان وهي وعدنانيين بماها المهم هو يدن عائشة هي سيدنا أبو هريرة كمر ما حديث كان أبو هريرة ما أنا حديث كتب رواية علقمة عديسي عند أحمد وغيره وإنه قارد دونا عند الطيالسي هي أحمد هي بيهقي في البعث والنشور هي وذات كله أورنج ري أبو النعيم في تاريخ أسبهان أنت وحوري حديث عائشة من حديث علقمة عن عائشة عن أبو هريرة عفوا أبو هريرة مسألة كفردية وحديث كان شيقية يهو يدن عائشة مقشي ويويا دي والله هذا وحيث أبو هريرة مياد قرن إيسا هوين إيداس لو عذابي بصد أي عقابتي ما قرن إيسا وحي أهيد ما قال بي أهيد مثل مسلمات بي أهيد وحول لا أدري وحيث عائشة إسلام تاسي قال بي كافر أي أهيد محايا إلي مؤمن كوا أكرم على الله من أن يعذبه في هرة فإذا حدثت عن رسول الله فانظر ماذا تحدث بيجري عائشة هو يدي وحيث الهوين إذا أسلع عذابه قال بي أهيد مشرقات بي أهيد أما كافر ملحدات أي أهيد محايا إلى هذه مسلمتها أو مؤمنتها إلهي مؤمنك وكلا كرام بدنيا إنه هو عذابه بصد حديث كالسنة الكسو ضعف باكجرة مركا نيك صالح بن رستم الأورنجري باكوجر أبو الخزاز أبو عمرو الخزاز باكوجر مركا إنه صدوق حسن حديث يبان لو بدنيا سيدك سوا حسن لكن هوشا أيضا أخو يدن عائشة أميسا ترنصو بنا عليه الصلاة والسلام ومن اجتهادها سيدا موقانيس لماذا إلا كنتو وحيت مؤمنكو هي وككرام بدنيا إلهي اكتسوا وككم يقام بدنيا إن لو عذابه بصد قاضي عياد وحوري
بشدة إيه حيوان كان إلا دبوا صغيرة من الصغائر روح إسلام تواضي مسلمين نقول الله إذن صغير ولا معذابين والظاهر وحول كافرات بيأهيد حديث عائشة موسى نهلين نو بهوست كن نقدنا وحولي هل حديث أنكوها إنه هو إذا إنا قال هيد مجرته أصور أمها الرواية ذا عائشة من طريق علقمة عن أبي هريرة ضد الأحمر عائشة هي أبو هريرة الأحمر حابتك أقتل مامي حابتك لكن قد أبعد النجعة أو النجعة حديث حبيبت البيهقي في البعث والنشور مع أنه في مسجد أحمد ومسجد الطيالسي مركة ثاني اسكو هذا مسألة مركة إنه أصيب إنه يريد معها حيوان كل عذابه ولا عقابه معها صغيرة وكبيرة من الكبائر وقد أصاب في ذلك كبيرة من الكبائر هو إيه معها صغيرة حي إلي أما كافرة ما هين عائشة كسوغانتا إنا كافرة هين لكن حديثكم مرفوع معها إذن هو يدين إيا قاضي عياد ماشي مرين صح معها حين صح وهين نبقى عدي تعذب في هرة أي بسبب هرة دم بقنا لو عذاب إياه هذه بسد عذابتي أما دبت أظن أرقى الشيء ويحي كوينانا وركيب الشوج ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى هذا الشيء اللي حد أنكود له ما لك هذا بقول إيه حد كور هيا دمرك عروش من كل جحيم ما نروك دقايا هذه بصدق عقابتي اللجوء عذاب وحاول الشرك وكفر وكسي الدنيا إذن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعسكوت دريا هل كل شيء يدل له عذاب يا أعمال يذنوب أي لي مادي أن كفر أهين يدل له عذاب هيو كفر يا شرك له عذاب مركو حنا بيقول كلا قاضين يسكون مثل قدره سبب العذاب من الشرك وكفر له ودع عليه وسيده هيدا قبطاء قاضي عيادنا أوليها يا صحماء أو شاء الله يسكوا قاض أما أبا ثمامة عمل لحية صوح له عذاب يا ونزوم الري شرك أولي مديه تغيير الشرائع على تعبير أبو طالب عطية بن عقيل يمكن لو اسكلها تحرير المقال اسوي حولي هاي افدي سوحي تغيير الشرائع شرائع دم انبيض بدلي هول عصب لي من دساتير بقري قوانين بدجي كثير كتاب تحرير المقال هذا واخري مطبوعه نيك اسكلها ترتيب كعيل كبيره ترمي نيك اسكلها هو وحدثنا بكم نبي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد عبد الله النمير وتقارب في اللفظ لفظ هو اسكوده وذن محمد ايو ابو بكر بن شبه قال وحيد محمد عبد الله النمير حدثنا ابي عبد الله النمير الهمداني حدثنا عبد الملك عن عطاء عبد الله بن سليمان عن عطاء بن رباح عن جابر قال انكشفت محمد الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما انتبه مذباته مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك اودنت ابراهيم والنبي يقول كيس آبي مذباتي فقال الناس ضطف وحيد أن قيبك كمذا إنما انكسفت وحيد مذباتي لموت إبراهيم دمشق وأنا عظيم هذا وابن النبي وأبط النبي فقام النبي استقف فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات نبي محمد باتوشيي مسلمين تي لح ركوع بوتكدوشيي بأربع سجدات توام حمر كاسوح وتلمام يواء إن ركعت والبائع قشوا صدح الركوع رواية ابن عباس أودن بسهوري أن صوم الرحالة بين مركا وافق صنط فصلى بالناس ست ركعات أي ست ركوعات بالنبي تجيه بأربع سجدات أفر سجودات بدأ النبي قوى بالله سلاده فكبر واحدة ثم قرأ القرآن وأخري فاطل القراءة لرسو بنو قرادي ثم ركع والركوع نحو وحكده مما قام انتو تاقنا وحكده ثم رفع رأسه من الركوع مدح كسو قد الركوع فقرأ قراءة قرآن بأخرية دون القراءة الأولى كسو كيس قراءة وركير كقاسرا ثم ركع هذا وحكده ركوع نحو أي قريبا مما قام انتو تاقنا وحكده وهذا نبق الركوع سنة ثم رفع رأسه مدح سبو كسو قد من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية قراءة اللي بات كير ثم ركع نحو مما قام انتو تاغنا وحكو الركوع سنا ثم رفع راسه من الركوع اي كسو قاد مدح اي كسو الركوع ثم انحدر وحو الله هبطي بالسجود سجود بالله هبطي فسجد سجدتين لبس سجود النبي سجود في كل ركعه ثم قام واستاغ صوبن فركع ايضا ثلاث ركعات اي ثلاث ركوعات صدح ركوع النبي لا يمد ليس فيها اي سن كجر صدح للركوع
ركعة أي ركوع أي سكوت إلا التي قبلها أطول من التي بعدها مثل البطيكه الرئيسي أي كقابن طاي طبطيكه الرئيسي كدير طاي والركوعه حديث كمر كان نقش عنا بابينية والركوعه نحو من سجوده ركوع النبي محمد وحيكون ويد سجودي سيب يكون ويد سجود ويد ديريت واعتدال كوار ديرا أو قيام كوار ديراوي مركانا الشرعي محلين سجود سجود لما ديرين أيه لأنه حديث عدي مجر نو عوري أدلة كتمت نبي يقول سجود ديري واعتدال كديري قال الله يتقاناي أدو أبضان تاي فتعين العمل به ورك الشرعي حق يجيبور كأغرية شرعيس وقد سبع عمرية ثم تأخر النبي قدبه أبحي وتأخرت الصفوف صفوفك كدن بينا وابحين خلفه وقال بيقول النبي ماشو تقنى محراب كاكسو قرطي النبي قد مسايدك يسمى لها ميل دولا شو محراب آنا واسنا تير لغو قرطو أستانا بس ولها مسايدك ما لها قد لقلو محراب ثم تأخر النبي قدب صو قرطي وتأخرت الصفوف خلفه صفوفك كدن بيسان النبي قدم يوي قرطين ودب يصو بحين حتى انتهينا إلى أنه قارني وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النبي قاري وكل واذي إلى النساء دمر كدن بو كل واذي النبي سوء دب وقبحاي ثم تقدم هذا نهر وقبحاي وتقدم الناس معه ضدك اللي تشوغين النبي هوري ولبحين حتى قام في مقامه عفوا في مقام إلى وزوء استاغي محرابك أتاقنا وزوء استاغي فانصرف صلاة أبو كبحاي حين انصرف ملك كبحاي النبي وقد أضاء وقد آضت الشمس أيضو قرحت أي صور لابطي وكسور لابطي سيدي آضى يعيد أيضا آضت أي رجعت إلى حالها الأولى سيد هران أي أهيد أنت يسن مذوبان كهر سوما يسن عضين عدين كيدا يقصوا الله بطيو فقال النبي وحوري يا أيها الناس ضدوا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ضيحوا يقر رحضوا ولبع على موضوع الله قطوس يأود سي رب نبتك وإنهما لا ينقسمان لموت أحد من الناس وقال أبو بكر وحوري لموت بشر بن آدم جريدي فإذا رأيتم شيئا من ذلك وحن مذوبات مكاد أرقتان هبا يراضي وقرحوا مذوباتي قيب كمين أما كل قيد فصلوا تكذوا إلهي بري حتى تنجلي يا إلهي كعداته ما من شيء شيء مجره توعدونه ليدين يبهو ليدين شيء إلا قد رأيته في صلاتي هذه صلاة يدنبع اللي يقول تسين تنكو تشري لقد جاء بالنار نار تبال لكيني حلو حسكم عن رافي النار تنبغى الله تسي جنان الله تسي ما رأي رؤية العين رأي رؤية عين بوش النبي يقول على الحقيقة بس النبي يقول لهم مثلي حديث بضان وإيمان دون تيكوا إنه صوم الرئي يكوا بخاري حيث الماميان نبي يقول مرر بضان إن أرتا يجنب اللهم مثلي ودربك لو قد داري فلن حقيقة دي جنب إن أرتا كترجمية سيدا إذنكو التلفون وحوقا ركتان إيا شاشته وكالي تاسيوا حديث بعضينيس حديث كان لكن ذلك سوى وحاو وما يلك عليه حليك النبي صلى الله عليه وسلم حليك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بكثرين والله تصي مثلت صورت لي رواية كلو لكن مداني إن يتاي رأي العين رؤية عين تايبة راجحة محاية لي والنبي حجاب كلا قاضي إلا نار تواجرتا وابورنتا جهنم واجرتا وابورنتا جنة واجرتا وابورنتا مركو وحين يودي دي إيش إنه حجب كان يدربي هذا يعير يقول المال ما ركرت مج ويحوز شر ما أرجع كره ويحير جرا إيش إنه حاوي مال ما قدر بقى لكن أدي اللي قاف في ذو حاوي وحجاب كله قا قاضه وحاول بسيس ذو أركيسة مركو حقيقي وتمثيل بيع علماء أسكوهيان لقد جاء بالنار نار تليمد وذلك أرنك نار تليمد وحوقها حين رأيتموني مركز أرقتين تأخرت أن أدب قرطي مخافة بغدا أن كبقي أن يصيبني إنو أحيا ليلو من لفحها أول الكيدي هم رهدي إيو هل عيدي يطابطه لفح ومركوا هل عوي أول الكيدي يضبك وحتى رأيت إلى أركي فيها في جهنم كو أركي صاحب المحجن نينك بكورد لأها بكورد لي وأنين أصونا أضم بها يما أين حرب أبو الله شيغا وسو حجي جري ضدك طواف يا محجك شوغا إيه السعودة بكورد بالكن قشانا يا وش بكورد أفق قلها فسما ما يدارك مركز وحسي أدو سعودة وش كاغاس قوي كاغا قادي ووحد واتيب كو قادم بورسيد بو كاغا لبحي قندي بو كاغا لبحي ما كل وسو بوضو وركما أركيني قركا وشا كود لقي بوليان وما بقادم انت انسعون اشا كدكتي اشا جيده بكوره دا لاعده اني ما
هدي لا فهم واينا اون لا دروفين ولا دريمن ولا تغاي وخيس بقوردو كوود حقو كلو اسكو ديرسان وا بخايا ساس مركا سارق الحجاج يا لورن جريد حدويس حديه فرسميسن بايدو بقوردو اسكو شقيسن جير نبي وحو نينكي بقورد لا اهابان جهنم كو اركي يجر اسكو جيديا قصبه حذميسي حيدنكي في النار محاج جرا كان يسرق الحاج بمحجنه حجاج تأيو كحد جري بكورة ديسا فإن فطن له الدين لو دقل هذا الله ضريم قال وحورنا إنما تعلق بمحجري قو أي معوست وحا كل أما إنما تعلق الثوب أو الرداء أسيقى كل دقي بكورة دي أنا ومكبر دي جنت وإن سعنا مو ضوافها أشا يا مرض قبسطي وإن غفل عنه الدين لغي الضوفون لدورو فينا ذهب به شيء ولا تقايا أي أشا أصوقات إذا إن كان أبو العباس قرطبة وحيري إسكو وقبوري هذه فرع لقوع على أبي أصل كمرة وركب إسكو تشوتشي هذه كمكو شرح هاي هذا عذب بفرع عملي ومحي السرقة التعذيب بالشرك والكفر اللي اسمه الدين كروب إن لقوا الله نحتى معها أشعري بس إذا ورنا يعني نكلم عن مودة وحين توصي ساب الأهل وفطروه هي إن أيهين مكلفون بفروع الشريعة وأصولها كآخرية مفهم كيزة وقعد لك شرح هاي وحتى رأيت إلى أركي فيها في جهنم صاحبة الهرة بسليبا كو أركي التي تاسو ربطها حدي باينا جهنم كو أركي فلم تطعمها ميسا قود ولم تدعى ميسا دين تأكل من خشاش الأرض عيانك حيوانك حمرتها لك أسكع أنتي حتى ماتت جوعا إلى إقاش أدمتي يا حدي نعريز در رأي ذا إسلامت ثم جاء بالجنة إذن نبي هوش وحقوق الدين يا حيوان كحقوق سواء إلا إلهيون لقوا حد قدبين إلا عذاب أما لك قد عن لما أقوله علماء الإسلام كتب بي كقرين معاملة البهائم هيئة الحسبة الآمرة بالمعوى النهي عن المنكر وحي هوش حقا قام الله طميرها قابك الورر رجيلي قابك الورر حيوان كقابك الورر فوين كنترا وقاذان حقوق دي كتب قوني كقرين مركزي فرنج كوس أردهايا أنا ماشي وحبكو هاي ثم جاء بالجنة جنة الله كان وذلكم جنة الله يتصين وحيد هراء وقب حي حين رأيت منك الإراكتين تقدمت أنا هراء دقاقي حتى قمت إلى أن استقى في مقام حرف في أنكسو اللابطي ولقد مددت يدي كعنت إذا ما نبقى في الشيء بوري وأنا أريد أن أدون أنا تناولي أن أنكسو قاط من ثمري أو حكال لاعو بلاه أو حكسو قوت أنا تناول هذا هنا وامحي وأن أقطف أن أخذ كده قنتاي لتنظروا إليه سأل في رسال ثم بدا لي وحائم وقدم مركا كذب الله أفعلنا أن يلون مرانا صوكو سنين ومحاجرة علو حيدهين مرشنا هدي أدونك لكي نبغي أنتو صوكو سنين لكي لها إلى قيام ساعة شنا وحيد مرة ما أكلها دائما وظلها مركا دي شيكي جوكتو نقول لها واقد دم مركا تدخل حيث كفو ضيسان لها ينبع شنا ذا يا الله فو ضيسان لها ثانيا شيء غيب كاو حسكو بدلها يا عيان الذين يؤمنون بالغيب ما مشى كبا حيسا حكم كابون من نبي قدر ما مرك فروك قاضي فما من شيء مجرى توعدون الذين يبوه الا وقد رايته في صلاه هذه بانكور كل قلت صي اذا حلو شاهد قيب توري مرك لحظه ركعودا ايو اجيده ايو اجيده ايو إن جنّيا نار بي أبورين مخلوقتان أيهين ضدنا هذا يكجران جنة ضدنا النار تكجران مسألة أصل دين هذا أولا يقالنا هذه أهل بدعة مرك خلافين معنا ملها الضيب المسلمين وي وحدثنا محمد علاء الهمداني حدثنا ابن نمير محمد عبد الله حدثنا هشام يعني من عروة بن زبير عن فاطمة بنت المنذر وحاس كيسية وزوج يروي عن زوجته سلامت وضيف قيادة عالمتها انت الملها ويقول ايه ده خبر ورت طيب واسلام محمد اسحاق وحكوري هشامنا ويري وكذاب محمد اسحاق محاجر الله يري فاضي بنت مدرب وحكوري يا ابو ولي قايله فاضي ما قولوا ما يسن ضافين بول انا وانا ما اوغين شي حديث او قاتب لو توسن بين الله هين علو وحيد هذين وذات قضيه هو مصيري اسوغو مقان ايا محرم كده لو جوخ لغا ورين كرا غبد مشاهدك وح لقى قاضن كرا هو يدين بوح لقى قات ما هتم ما لقى قاتا نبي وح بك ور أنك ور قبين مركز هشام واض ما صير تي وح كلا كين بعدين أهل الحديث كم التكذيب إنك التكلية أنا قبيه سيء يقول عفي كرا
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت وحكت لأسماء خسفت الشمس قرحت بها مذباتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة أصوى قليت رواية تصلي عائشة تكنيس فقلت محاري ما شأن الناس يصلون عائشة يدكم حيث تكني المحاجر حل صلاة ماها وبرق جمع لتكولي معرك فأشار عائشة وحيم مدارتي برأسها مدح هذه إلى السماء عركي ساوتري أسماء ويدين يسون ولي سادة قلن عائشة سادة بكجوة النبي قراءة وضاء عركة فيري بيتراني هاي لحظة وادونك مدباي فقلت محاري آية معلامات بعد المعجزة العظيم قالت نعم بيتنا مضح يقول نسي فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيامة جدا استاقب النبي قلت ليري صلى الله عليه وسلم حتى تجلاني إلى قبطي أما إدبولي الغش ورير إلى أن ورير يتري وأن ميلا انتاقنا قرن واي فأخذت وحان قاتيت عاش قربة سبرار من ماء بيا إلى جنبي يا لنعي فجعلت وحان قدقى أصب على رأسي به من تنقض ما حسك وشو وان وريت نبي قراد واديري قرحي واكلها تمسيتك وابعة واشق أو على وجه موجه من الماء بيها كشو اسمري اسكو دقي لما قال حقوق يرور تدد بي وجه مرسل حقوق انتقل قادس قال وحيت عايش عفوا أسماء فانصرف رسول الله رسولك إلهي با كبحي صلاة وقد تجلت الشمس إذا قرحت عداتيب وكبحي فخطب رسول الله الناس نبي محمد ومد أخذ بي فحمد الله قال له مهاتي وأثنى عليه وأفعل أمانو أمانتي بركاتي ثم قال وحول أما بعد انت أكذب ما من شيء لم أكن رأيته شيء مجرى آنا أرقى كهر إلا قد رأيته في مقامها هذا كروحا لا يتسين هذا جري ما أنت الله صلى الله عليه وسلم حتى الجنة والنار نار إجنة الله كده وإنه قد أوحي إلي هذا أنا حق إذا هذا ما كان تكني أنكم أي تبتلون وتختبرون إلا إذا امتحان دونه في القبور قبور الذين امتحان قريبا وحكدوا فتنة المسيح الدجال أو فتنة مثل فتنة المسيح الدجال فتنة كدوا فتنة المسيح الدجال أما أيضا كلابة لا أدري ما قرن هي بور أي ذلك قال الأسماء يا ورن هي فاطمة ورن إيسا وعيتري أسماء لبدا إيري إنا يتري إنكم تفتنون في القبور قريبا إيا إنا يتري تفتنون في القبور مثل فتنة المسيح الدجال لبدا إيري ما كلا قرن هي يتري يا وحبيها سكوش بايوا توما أسماء ميا خير حديثك أسماء بايسكال وحي إرى يدد عليسا لا أدري ما أجيب يجتري فاطمة بنت المنذر أي ذلك قال أسماء لبدا أركي استعماشي فيؤتى أحدكم متكين بالكيني فيقال وحالورن هي عذاب القبر يفتت القبر والنبي يقول مثال كبحين إياه ما علمك بهذا الرجل لبدا ملك بوحكورن هي محاد كي هذا هي نين كان أسقع لقول لي ما الرسول لقول لي ما يو لأن مرافق إن لهم مريو ولو عربابه وكذبوا التقليد وكل رابع إلى مرة امتحانك اللقاء قال يا ميا هوش ميا الودرنسين يا جواب تصح ذا مايا ولو الوريرين وجواب تقليد بالغوص ورمرين ويضع ضد الغوب بمبونين صاد أقول رابع سمع لا فيقال وحلو ما علمك بهذا الرجل محاكاة قانا نينكا نمي محمد الله صور لويدينية فأما المؤمن بالله أو الموقن إنك يقين سن نبي محمد رسول إله يا أمان الرمي لا أدري قرن ما يأي ذلك قال أسماء لبضع ويرد كيتره فيقول حنا روح مسلم هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ورعد وياد محمد ورسولك إلهي وحن ليم آيضا عد يهانون بنوكيني وان أجبنا وأطعنا ثلاثة مرار بكوع العلية فيقال له حلقرنا ينم إسكسي حاضوه قال له انت كنت سني قد كنا نعلم حن اوغين هدان ملائكنا هي انك لا تؤمن به ان النبي رميسنت هي فنم صالحا اذو دبلعانا سيخو هردو وناغسن او صوبن واما المنافق اللي بدين الله وجهه نتوسا يا اف كباركيس ورك غالكا او المرتاب كي دينك كشكسنا لا ادري بيت رفاضين بنت المدر اي ذلك قال الاسماء فيقول عرنيا لا ادري قرن ما هي نكان و هي سمعت الناس يقولون شيء فقلت تذكر لي والرسول النبي ما قال وان اسكيري مرن بما مبا ما قال اذا فتنه القبر وحلوك لصار يا مؤمنك يا منافقه ادونك وانا دحجوي
sheekh berleydi way dhammaanaysaa. Soomaali waxay dhaheen run waxay leedahaye run warow bay leedahay, laakiin rakaad dambama lay dhaheen. Cafan been been way ku waraabisaa, beeni way ku waraabisaa, laakiin kuma rakaadisay dhaheen. Geelayaa iskele agoon baa iskele geel oo waa geel irmaanaho agoon baa loo lisaa darbaan ku qaban waxaan dhihi geeliga oo mar u yarkaad oo aqanta ku kala ordo waraa agoon ma lahay geel odayga isagaa iska lehe geeli kugu waraabisa laakiin way kaa daba iman. Waxay dhaheen beeni marka way ku waraabisa laakiin kuma rakaadiso. Meel baad ka magaalo kala tegi been baad ku joogi waxaad iska dhihi karaan ahay doktor barofesor bale ka dhacday waxbaad rigaysan waa dambu waxa iman haya mid warkaada haya way kaa daba iman erey baad sheegi maalmad ku shaacabi way kaa daba iman. Warka Soomaali waa maxay beeni hee way ku waraabisaay kuma rakaadis. Nafsa shay adduunku ku soo cabbi ninkan qabriga ma kala tegey waa lagu kala baxay. حدثنا ابو النبي شيبه ابو كريم قال احدنا ابو اسامه حماد عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قال وحيت اتيت عائشه عائشه اتجا فاذا الناس قيام ضدك باب قوتمو تاغن واذا هي تصلي عائشه وبيت كنيسة فقلت وحان قول ما شان الناس واقتص الحديث حديث كي ابو كحيى ابو اسامه بنحو حديث ابن نمير عن هشام ابن عروه حديث هشام بن عروه كورن هي ابن نمير او كلو اسغنا شيغي وي. وأخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان عيينة عن الزهري محمد عن عروة برق الزهري وهو متابعين يا هذا هشام متابعين هي متابعين تقريبا فاطمة عروة إلا أن عروة وكقد حديث كأسماء عن الزهري عن عروة قال وحولي عروة ما والرأي يقول عروة وطوي واللغوية قال عروة لا تقول هذه ما كثرت قرحة بأن مذوباتنا ترى هذا لا تقول هذه كصفت الشمس ولكن قل وحاتر هذا خصفت الشمس. حد علوم هذا مردود بالقرآن ورأي انفرد به عروة لم يتابع عليه قرآن كابدي دنب وعكس بكرده قرآن عروة خصف القمر مركم مركم لما دهي كربوري طيب marka waan u soo maray waa mutaradifan iyo kala duwan yiin almi waxa loo badan yahay wixii qoraxay in la yiraahdo kasafad dayaxna la yiraahdo khasafa. Hadathana yahya ibn habib al-harithi hadathana hadithka asma ibn ibrahim israa'in hadathana khalid ibn harith al-ujaymi hadathana ibn jurayj abd al-malik ibn jurayj abd al-malik hadathana mansur ibn abd al-rahman an ummi huwaydi safiya bint shaybah al-thaqafiyya wa imraatu ibn umar wa an asma bint abi bakr as-siddiq أنها قالوا وحيتني فزع النبي نبي قال أرجعوا عبصة يوم ما لما كم إذا قالوا وحيتني تعني وحي أجدا يوم كسفت الشمس كسفت الشمس ما نقول رحمة مذوباتي. فأخذ النبي حوقاتي ددق ودقدقها هي درعا عن بورك دمر حوقاتي حتى أدرك إلى لقلب الدوادق برداء قيس نبي حبال بكيمت وسود دقدق قولي بصوم ريسوقات وقيس دركيسي قرب صارك عايشون نبي والله كعاي سوى مودية guisi markaas laga daba tagay nabiga uga u geeyay baashara ka soo celiya garwada ka soo celiya yaa nabigu argacay wiilka waa dhintay qabrigu ka yimid qoraxda baa madoobaatay nabigu wuxuu calaamadii saacada waa weynaaba amay bilowdeenba oo qoraxda markay madoobaatay hadana bari ka soo booda galbeed bay ka soo baxdaa ila calaamada saacada waa weyn waxa kamid ah in qoraxdu ka soo boodo galbeed waxa kamid ah calaamada saacadaha qiyaama kamid ah in qoraxdu لما دوبي ولا بربوري مدوا بلوضي قيامة من نبغى ما بلا بتو شري عليه الصلاة والسلام نما نوحي شيء من مالين جمعة يبقى أهل مالين قرحة مدوا بتيلي وقول يا مؤرخين تكمل. فأخذ أنا بحوقة الدرع عن قرب صار بوقاتي هي دروع الضمر كأ حتى أدرك إلى الله لله لا نبي لقد لقد بقي برداء قيس. فقام للناس قياما طويلا إن بضم مدتك أتغنوت الجني لو أن إنسان هدي الروح أتى أو يماده لم يشعر أن أغين أن النبي ركع النبي أنه صور ركع أن أغين ما حدث نفسه أغموص الشاكيين وهي أنه ركع من ركوع ركوع قيام كلابات من كوران أن ركع قيام كور أغين يركوع لهران أغين إيه صلاة السوق النبي محمد ركوع اللابات يا قيام كلا أتاقن حمود لها نبي هران بينو صون صور ركوع أنه قيام كلا السوق درك سوق دريا حتى لو أن إنسان أتى هدو يماد الروح لم يشعر أن أغين أن النبي ركع من قبله ما حدث نفسه أو قلبه
قلبي سو موسى شكيين اما نفس سو موسى شكيين انه سبحانه ركع من قبل ان يصور ركوع. لماذا؟ من طول القيام الثاني استاق لباد باد ودر كيكو بدل مركب مودي سابع. وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي حدثني ابي ابيه ويحيى بن سعيد ويلكواي سعيد بن يحيى ابينا ويحيى بن سعيد الاموي حدثنا ابن جريج بهذا الاسناد بكوري مثله اسوغ وكل ابن جريج عن منصور عن امه عن اسماء فصمرتين وقال وحون قياما طويلا استاق دير النبي تغنا يقوم ثم يركع نبي عبار بتغنا هذا الركوع وزاد وحك دري يحيى بن سعيد الاموي فجعلت وحان قدقل انظر ان ايغيو عائش اسماء اورنيس الى المراه هوني اسنا مني ايغد اوي ان ايغيو ويا الاخرى بان ايغيا هي ايدوب اسقم مني ايغ حنون بدن وبكان سوودا وحي وي من دون داينتان دالي ان تغنان واي وحان دعين اسك فريستو مركاس اركي هبره ايغ واوين او تاغن او ان دقاقينين بن حسنين waxaan arkay haweenay bukaan socdo iga xanuun badnayd oo aan nuuxsanaynba markaas aan isgijino dhimaa haweenka baad ku xuntahay nafta baa qabata asma wahadathna ahmed musaeed ad-darimi qala hadana habban ibn hilal buujid hadana wahay ibn khalid hadana mansur ibn abdurrahman an ummihi wa yidi safiya an asma bint abi bakr as-siddiq qala wahay tri kasafat ash-shams ala rasulillah xiliga nabi maxamed bay madoobaatay quraxdi fa faz'a nabiga argaxo cabsaday dadka ilaahi muraqabeen iyo xawaash la socda shanqad dhiyar xagga rabbi ka timaada dareen baa ugu jira laakiin markaas iyo dameerka aad u qaafil tahay waxaad la socotaa ma jiro fa akhda nabigu wuxuu ku khaldamay bidir'in cambuur ama go'i dumarku ku khaldamay u qaato go'iisi xataa udrika ilaa lagadaba tago lagadaba geybirday go'iisi bac dalik inta kadib intu qaatay dir'a kadib qala wuxuu tiri fa qadaytu haajati dantaydi baan guto waan suuli galo waan soo weesistay ثم جئت وان امت ودخلت المسجد مثلا كيف انصوق علي فرأيت رسول الله قائما رسول كله التاقم بانا كيف فقمت معه ولا استاقى ولا تكذي فأطال القيامة استاقب النبي قد ري حتى رأيت إلى أن أسأرك أريد أن أدونه أن أجزان أسكفرست ثم ألتفت وان قاردين إلى المرتبة إيقى الضعيفة إيقى تقدرون حنون بطن أما وايو لإيقى الدعوين فأقول وحورن هيا هذه مدة تضع أضعف مني إيقى تقدرون بركم حاني فريزين هيا نفس قلي ورستاقي فأقوم أي فأستمر في القيام وي استاقي من سيوة ذنيا فرقع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا حتى دني ماده حتى لو أن رجلا جاء دني ماده خيل إليه حال أمة لقلين له اسم تين لها أنه صوبانه لم يركع نص ركوع عنب رواية ذو ريكوف سريس حتى لو أن إنسان أتى لم يشعر أن النبي ركع ما حدث أنا ركع من طول القيام توري كوفة سريس حتى الروح الدوي ما ظهران النبي صادع أن لب الله بمحو قدن لها نبي إنه صن ركوع عمر ركوع دك بعد ولد من طاي قيام كوك بعد وكتر يعني سيس كوك ده وين لبض القيام يلبض ركوع يوجد أسماء وحدثنا سويد بن سعيد الهراوي إن بضم بين سويد بن سويد روايات كيس مطابعات وكوك أنا مسلم وحنا أنت بضم كك أنا من طريق ميسرة شيخ يسوع وحفص بن ميسرة العقيل وسيدا سند كانوا كلا آذوا قبضا دور حديثهم بضنين وإن قصوا سلمان يوكو كنا يورا طريقنا قبضيه شيخنا وشيوخ ذو سخاس أول لازمة وهي حدنا سويد بن سعيد الهرى وحدنا حفص بن ميسرة العقيل حدنا زيد بن أسلم العدوي عن طن يسار الهلالي عن عباس قال حول عباس حديث ابن عباس قيب وإن صوم مرة صور الله بالرواية منه أي شيء سلح منه أي شيء سو أفر مدك أفرك أنه مسلم مركا حوجيه هرمريي قال وحوري إن كسفت الشمس على عدى رسول الله حلق نبي محمد مذوباتي فصلى رسول الله والناس معه نبي محمد باتو قدتكم إلا تكذين فقام قياما طويلا استاق دير بالنبي قلت لنا قدر نحو سورة البقرة كله سورة البقرة أنت لك آخر إيه. لا بس سورة البقرة أنت لك آخر وقراءة النبي محمد ترتيب قيد بالنبي رعدك وقدتك آخر ثم ركع ركوعا طويلا بالنبي الركوعي ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول وكسك يستاقي هوري ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد وسجودين لبس سجودات ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد سجود قدام بيسك ثم انصرف صلاة النبي كبحي وقد انجلت الشمس يدو قرحته أي فيدنته عضاتي
فقال رسول الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله هذا رتان أوشاس إلهي حسى وألا وينيت كذا قالوا يا رسول الله عد النبي محمد رأيناك وحنوك أرقني تناولت أضو الله عيشين شيء في مقامك هذا استاقي أثاد أحتاقني بضوح الله عظي ثم رأيناك وحنوك أرقني كففت أضو كسو الله وقعنت سعيش ذو كسو النقضي ورأي عفوا قاس بن حور إني رأيت الجنة جنة ما نعركو لي تسي فتناولت منها وحنك الله عنك عنت أتاقي عنقودا قعن يرعب ولو أخذتها دان صوقا ذي لهانا لأكلتم واتقعون لها إذن منهم من العنقود ما بقيت الدنيا انت الدنيا دو تاغن تايب اسنا تاغن الله مرجنا مره ما هو هذه لسكوت ادم ودن مره ما ناي اد غوسوتو كلا سو بخاي اد غوسوتو كلا سو بخاي ورأيت النار نار بن اركي فلم ارك اليوم نبي وحور ما ارك ما انتو كلا منظرا منظرا قط افضع ورواية البخاري ساسي آية أنا قد حقيقة فلم أرك اليوم منظرا قط طيب مركب واحد لو تنكيري للتهويل والتفخيم فلم أرى نبو ما ربك اليوم ما أنتك منظرا مقال قط كدر مقال كما أنت أركي وحي إشهد ما أنت إقبت وح كعلس أو كبعا أو كعب سبدا ما أرك ورأيت وحانك أكثر أهليها النساء تذكر أبا النار قلينا إن الدمر أهايه قالوا بما يا رسول النبي محمد دمر محي ايدين قالوا وحيكون نار متين بالنبي بكفرهن ابا لانتودا قيل وحال يدي ايكفرن بالله صحابه كفر هذه اللي اطلاقه والخروج من الايمان بوهستان ايكفر لان هذا هو الاصل هو عند الاطلاق ايكفر بما اله بك كفرن ايان مسي ددك اهلك يا قرابه يا معارفتي يا زوجك ذي كابال دعهايا قال سبحانه وتعالى بكفر العشير أي المعاشر الزوج المخالد نيكا مركا أما وحترا أما ولالا أما آباء أما ويلا أما زوج دل شوغو وحترا أي إيسان أبالك سيقودون وكأبال دعان وبكفر الإحسان وحي الله إحسان وناقا الله ترنا كما أبال قدا لو أحسنت إلى إحداهن الدهر مدود هداد انت نور شيء أصم فشو لو أحسنت داد وناجس وضو إحسان إلى إحداهن دمر كميت كميدا الدهر الزمن كوردن با ثم رأت منك شيئا تكرهها تكرهه وي كدمنا اي ارغتو وحي قونسطوي مال اد خميسو ام مال سي كان نقطو قال وحي ارنيسا ما رايت منك خيرا قط ولي غاب صاصد خميد ولي غاب وحي ترت ما جرو ولي غاب بخيل بلاهيد او ميزان ذهب يا العق يو خو كوتو بجري ما انت خو ان ير دبعي ما دول قادت ما جرت مع شرط ما انه زوجك هي وحاوي احد والبا ابال تري سدا دمر كو بدن كود كو يين يا معاتري معنيك قبل ما يكون هذا ولا شيء هذا كون حيس كور نك هذا دامي دمر كوا كوا كلا بقى دارني حلو وحيلين وعنه وعام عام وي زوجك بس معها وسوق لي اللمبر كوا لكن وحاول كل قد بس دعاء إلا من رحم ربها وحاول كتير حديث كم مرة إني بنان تي دنوب تق إن لو إطلاق كفر إذا لوجه ذو كفر دون كفر إيو إحسانك الروح كو إحسان فإن هذا وناك أترتقود وحيك قدقود أبالك آذان كقاسرون وذا جسار نقونين وناك شرعة أيلي ذا هاي وحاك لو كجر قيمها ومرها جنة النعمة ذا يكو قدوا من وحان يركي أنه أدونك أنه هاي إنه هذا الله أنت النبي محمد أن أدونك كيني لها إلى قيام الساعة العملة أنت أدوني جرتو وحدثنا محمد رافع بايت بحديثك حدنا إسحاق يعني وحاك لو كجر دمركي وويناء دقيدة حلق النبي محمد يكو حنون صناب الدلال كود الديمت يسي يقول سبري عبادة وماشى كعب إنه كين دقاقة بكرسي بسك قادر هيا بل يراك يصفق ورا كرسي كبع ستي عربة ما كاتكتو صفق ورا كراس فدي عربات بابي يلبا ما درجته فدي عربات كده حي كذا دعات سعودي وكله راح هذا فدي عربات قريب هذا من فرع عربات صف قراب بنا كوكو حيقة فرد عربيت إلى كد كيس كيس يعني وا ضعف إن يسانا إيمان كي إنه ضعيف يا هاي محايا لما كو إيمان كذو قوي يا هاي شركة ذو الحنبار يسا يا ما يا كو كنت كذا أنا قال كنت كذا هذا هو حارتنا مش عم كودر جرو كودر ويكنت كذا يا كنت كذا أنا قاعد أنا هسارري إذا كنا كراس ذو كنت كتان
soo ruux fariisan kara oo kici kara oo dhabarka yar xanuunahay war adkaysahada waaba shan daqiiqee ma jirto ruux cuurdaar uun daruuro ay wacatay uun tii alla ay haysaba mooyeen intaad istiili karto waa la istiilaa waa la adkaystaa sida gabdhahan ay yeeleen saddex saacbu nabigu tagna calayhi salaatu wasalaam markaasa adkaystay ilaa asma oo gabadh yara ay ku dayato tiri abraham baaba duqoshinkan baaba nuuxsan leeh adigu maxaa kugu dhacay gabadha xanuunsanayd ee kaa liidaba taagan adigu maxaa kugu dhacay waa istiishay nin walba meel xanuuntood dhulka haabto de salaadii waxay noqon waaga dambe in la fudaysta imanaysa أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في الإسناد بمثل غيره أنه قال وحجر إن كان ضمب إيه مالك غير أنه قال ثم رأيناك وحان قارن تكعت النبي الله ديب سو تلكعت وي تأخرت كدغنت وحك لما باب ذكر من قال هذا وحن سو مري نينكي يري لبد رقعود ميد ولب وحا غليس لب ركوعود واتي لو سو بلاوي حلي الى عاوه قيب كسوتين waxa ku xigay ahadiis tilmaami sida xadiidu jaabir ee labada ragcadii waxa galaysa saddex rukuucood tii u dambeyso ah ragcad walba waxa galaya afar rukuucood iyo afar qiyaam ba galaya afar rukuucood afar qiyaam iyo afar sujuud waa afar afar tii ka horeysana waa saddex istaag iyo saddex rukuucood iyo afar sujuudood tii ka soo horreysay loo badnaana waa afar sujuudood iyo afar rukuucood iyo laba qiyaam afar qiyaam dhahadii afar qiyaam wey ragcadda koro laba ay ragcadda boos laba ah xageed ugu aad ragcadda koowaad laba qiyaam laba rukuuc soo maaha laba qiyaam bay wadataa hadii ragcadda labaadna maxay wadataa laba rukuucood iyo laba qiyaam waa afar istaag iyo afar rukuucood iyo afar sujuudood saa u socdaa wuxuu saa u wadaa tan ku xigta waa maxay waa saddex istaag iyo saddex rukuucood iyo afar sujuudood labada maxay tahay afar dheh afar sujuudood labadan kuna iskhilaafaya tan da u dambaysa waa ayada hawsheedu waa sideed rukuuc wey toora afar baa geli ta dambana afar baa geli afar rukuucood iyo afar rukuucood afar qiyaam iyo afar qiyaam iyo afar sujuudood tala iyadoo isku aadan tahay tiibo shooq hadda bilaabaya waxaa dad abu nabi shaybata qaal axdana ismaaciil ibn culayta can sufyaan ibn saciid athawri can xabiib ابن ابي ثابت المصري عن طاووس بن كيسان عن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي باتكدي حين كسفت الشمس قرح مركي مذوباتي ثماني ركعات ثماني ركعات سديت ركوع عضوي ركعات اسكي الهي ركوعات في اربع سجدات او فنقشي افر سجودات وعن علي مثل ذلك وعن علي مثل ذلك علينا وحلق وريا سيدا السوكالي حديثك علي وحاوص لي أحمد في مسنده علي با حلقي سي ايق رحمة وباتي مركز وددك تجيي أفر ركوعات يا أفر استاك في كود ركعة سديت ركوع بقرية لابد ركعة مركو لما يبو النبي محمد وسيدا وتك ذيبان ركي مركا حديثك علينا وما شوا كجيرا هذه مركة وكل رأي سند كهور ومن عن طاووس عن علي أويه انقطع بالله شيئا انقطع بالله قيام وسمع بي يدرك بي سوغيان سيكست وانا قلت حديثك هو موصول في مسند أحمد سند قوي جدا وحديث محمد المثنى وأبوكر بن خلاد أبوكر بن محمد بن خلاد بن كثير الباهلي كلاهما لبذا وداد وأبوكر محمد المثنى عن يحيى بن سعيد القطان قال ابن المثنى وحر حدنا يحيى عن سفيان الثوري قال وحر حدنا حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف نبي وحوت كذي صلاة رحمة الباب قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال وحر والاخرى مثلها انت وهل ركعت قرأ ثم ركع وقيام الركوع قرأ ثم ركع وقيام الركوع لبعض قرأ ثم ركع وقيام ركوع صدحات قرأ ثم ركع وقيام ركوع أفراد ثم سجد وركعت كوبات
أفر قيامي أفر ركوعه. قال وحوري مركا ابن عباس والأخرى مثلها ركعة اللباطنة مثل الأولى بي أهي تيهر اللمدهي سديد يستيد محاكوها ري ميان قاري كربابك بلانك حي هورتي انت عبارة كتاب الكسوف أنا عاوة إسكريد محلي دي أنا ريد عاوة. باب ذكر الندائي بصلاة الكسوف انت أنا كتك مركا أن قبق قبي بخاري يا شافعي يا أحمد يا جماعة من المحدثين وحمن قيم كوريي إنا يدهين أحاديث وحا أصحي حسن أحاديث الشيغيسة صلاة الكسوف وعلى برك عوض وقرأة إيو لبا ركوع وقرأة في كل ركعة ركعة والبا لبا قيام إيا لبا ركوع بس قليسة أحاديث إنت ذاك لي معناها تلمانت وغلط وتصرف من رواد بمرين شافعي يا أحمد يا بخاري ساس من قيم سوق وريا ملا دورك سوق كتب تيس أحمد وركي سو صو عد ما أرك شافعي سوى لقد دريمك رأى أم كيس إيوه رسالة عفوا اختلاف الحديث ما لقوش شيء. أما البخاري ترمد وحسوق في علله أنه بخاري أرنجري أحاديث الشيء يسا إن ركع دول بلب الركوع لقريه يا أصح من غيرها أصح والأصحية ما كان يسو إن أحاديثك ضعيفة ومن باب الراجح عفوا من باب الأرجح والراجح بين غنقرته أضول له حديثة صحيحة وحن نكفهم إلى أنت كلاو ضعيف لكن حوري هي أصح من غيرها وحادعي كرته إنه كأصحيح سن كحوك بدنتهاي وكأصح سنتهاي لكن هو كلنا أي سن ضعيف أهينوه أي صحيحيهين ويتهي من باب الأصحي والصحيح من باب الأرجح والراجح لا من باب الراجح والمرجوح ومن باب الصحيح والضعيف أي سن أهي مركا يغان ادينا وذاده لمن هلكا سكو دابا عيين ائمه كاله او مسلم كميدا سدا موقته او هو غامن اسحاب نراهويه اسحاب نراهويه مسلم ابن خزيمه ابن حبان ابن منذر خطابي او سدا ابدين هنا وحي ليهين كل احاديث بابك كتب دون وا صحيحه طلبها شيكتي في كل رقعه يتصدح لها شيكتي في كل رقعه يمد افرت شيكتي بوا صحيح وحان لو حنبار يا كلب حالد اي كو قبوتو صلاهو يا انتي قرحو ديراتو مدوغيدو ديرادو اي كخرنتا كيفي ولبو سو ارورتي سهل لو تكدو لانه صحابده كسوغنت اي قيبه اني اي لبا لبا كدغي جيرين قيبنا اي صدح صدح كدغي جيرين قيبنا افر افر. باب ذكر النداي بصلاه الكسوف في الصلاه الجامعه الصلاه الجامعه ان لو اذان صلاه الكسوف كا الصلاه الجامعه او اذان لو اغلين اقيمنا لو قبل الجمع وبالنص وحاولون هي صلاة جامعة وصلاة وكل مسيء سكالا يا مبالورني. حدثني محمد رافع القشيري حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم أبو النضر كاطلع وهاشم بن القاسم أبو طبقة أطلع تابعين تنوانيك لونجر السالم بن أبي أمية هاشم بن القاسم أبو النضر حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي أبو معاوية الضرير همود بكلية هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن كثير الطائي عن أبي سلمة عن عبد الله بن عم نعاص حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن اخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاويه بن سلام الجمحي عن يحيى بن كثير الطائي قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن خبر عبد الله بن عمرو وحنا نكتبي عن قولي وخبر عبد الله بن عمرو حديثك عبد الله عمرو النبي كتبي اما قول كيسي والنبي قصديس كشكيني ومحوي عبد الله انه قال عبد الله وحوري لما انكشفت الشمس انكسفت الشمس وقرح مكي مذوبات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوديا وحلقوا دواقي بالصلاه جامعه وعلى الحكايه بعد وحي وحبت الويدي وحكايه ويوعي الصلاه جامعه مصنوعه على الاغراء جامعنا ومصنوعه على الحلوى عندنا حلوى سو مري بعض وحي وشقين ويدي ومحكي شيء عرابك وري صار ان بقى لو سو حكايونيا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ركوعين ركعتين في سجده لو الركوع عضب في سجدة أي في ركعة اسكو قال هذا هنا السجدة والركعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أي ركوعين في سجدة في ركعة واحدة سجدة الله إطلاقه والركعة لو جدنا بدل ما نصوم بري مسلم كصوم بري ثم قام النبي واستغفر ركع ركعة أي ركوعين بل يمد في سجدة في ركعة واحدة ثم جلي عن الشمس قرح ذي بالقف في مقدقي وعضاتي فقال عائشة وحجري ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه انت النولابي تري ركوع كدير
السجود كدر ورقي مسجد مان ركوع مج وتي أسماء دعي رفاضي تغيد قاركون أمير دبولمين بيها القرشيين وحدنا يحمل يحيى قال أخبرنا بشير السلمي عن إسماعيل بن خالد الأحمسي عن قيس بن حامد حازم الأحمسي عن أبي مسعود البدري الأنصاري قال عرس عابداس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان حديث كمرك عمرو عبد الله بن عنعاس وحتاج سيني هاي حديث عائشة يكي بن عباس بولا السعودات إن الشمس قرح والقمر آياتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده رب حك عبسي أدومهزة كو غافلين تأين التوصان هدى ذكا التوصان كو هالما صار الله حسوستان كو تدايا يسكرتان عبسين وي وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إن لقرن أيو وحسابك السعوط يئن ربك كو عبسين أيو ازديد ميسو لبضوا الله اسكلوا وإنهما لا ينكس إفان لموت أحد من الناس روح لمشهد الشغل كميل هي أمر ربي بيكو صعدا فإذا رأيتم منها شيئا وح مقدي أهدتكو أركتان قرح يضيحي فصلوا تكذا وادعوا الله إلهي بريا حتى يكشف ما بكم إلى ألا فإذا وحيدا يستو مقدي قد باتضا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وإحنا حبيب الحارثي قال وحيدا حدثنا معتمن سليمان التيمي عن إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي عن قيس نبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ومن بدو بدان إذن ننكي هدى إلى هذا قل رحض يضيح حيوم بدو بدان شيخ هبل لمشدي أو هبل لمشدي يهبل للشدي وحو خلاف سنة عقيدة قطعية في دين المسلمين حابن حاجة وحدة حديث باب وكتمت إتلماميسا هو شائنيسا قل رحض يضيح الشغل كولا هاي وقد تفيد القطع والضرورة عند أهل الحديث عامنا وحبلا ويدين ما هي متكلمين بابك بابك وذماها ليس هذا بعشك فدرجي وي مركة سداسي هوشك سعريسة بعدما علمت هذا هوش هذا فتو ديده وسطك حريقان تاي الله يسكي إلالي ولكنهما آياتان من آيات الله وعلى مدى قطوس إله أود سي قدر ديسة فإذا رأيتموه مقدقة هذا الأرتين يمدوك فقوموا فصلوا استاقوا كذا وإنك سومر إجماع لزوجوري إن لقضين هذه صلاة الكسوف دافته وإنه وليت كنين قرح عداته لما قضي حديث بين قارد دونا تلمام يا قرح ديو عداته والنبي قلت كذي فما قلنا حديث كوي أولين عليين ومن باب التقديم والتأخير ومن باب ذكر ما وقع بدون ترتيب بل وجه ذا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح وأبو أسامة حماد وابن نمير محمد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي وكيع حا وحدثنا ابن أبي عمر يعني محمد يحيى العدني حدثنا سفيان بن عيينة ومروان يعني بن معاوية الفزاري كلهم جماعة ذاس ازدبق لي يا آيين وكيع أبو أسامة بن نمير إيوه يا جرير إيوه سفيان يا مروان كلهم لما أنتوا عن إسماعيل بن خالد الأحمسي بهذا الإسناد بكوريين عن قيس بن حازم عن أبي مسعود وياد وفي حديث صفيان وحاكوجر سفيان الثوري ووكيع وحاكوجر إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم قرأت وحيم بذوبة مالك لنتين إبراهيم ويلك النبي محمد فقال الناس وحيدا هذين إن كسفت لموت إبراهيم بعض الناس رواية العديس حدثنا أبو عامر تيب النبي قباب إيه ويل نبي ولموت عظيم بين قاعد الجاهلية نبي وحقت قرفتي حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد علاء قال حدثنا أبو أسامة حماد عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة أوقي بكورني عن أبي موسى الأشعري حديث وزدبرق مسلم باب كتمت قال وحول موسى الأشعري خسفت الشمس في زمن النبي قرح لبا مذوبات حلق صوبنا عليه الصلاة والسلام فقام النبي يستاغي فزع نسوق عبسنا أرقحسن يخشى كبقية أن تكون الساعة إلى قيام ذو استاغتوا الدعضي لو حيليين حلق قرح لمذوبات وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام سنة كتبنا هذه الجردة وأنا بعدما النبي شيغي علامات فربضان من علامات الساعة الكبرى وشيغي سيودع كرتان النبي إنه كبقوا إلى القرآن دونك للرقي هذا مركة بحث أسوي قائم أخبارته النسخ ما قال رأي ضعيف كان مرته فلا إشكاله
haddii ra'yiga raajixa aad timaadee saxda ana waxaan leenahay waxaa dhici karta nabigu inuu ka baqay inay tahay kusuufku inuu yahay muqadima min muqadimaat alcalaamaat alkubra oo ah طلوع الشمس من مغربها قرحض إن عند قيام الساعة إسبدلي أو لمذوبين أو في النهارين بين نصوص الشكت أو قلبت خاصة بحسيد باري لغة سوغا أيو سو مدع كرتمك قرح مذوبات كان بإنو ياي ما دام أنا بكنت سنولي جيب هالمركة حلقة أقوه الرئيس إن أيتي مقدمة من مقدمات أشراط الساعة الكبرى ومقدمة شيء منه مقدمة شيء منه سداسو والعيد هين نبيكم وما قادنين حابي هوش عبري بأسو اسمه فعبر عن رأيه وظنه وهذا وام حيواء إساءة ظن بالصحابة ها هذا اسكد هذا هو احتمال جراه وسوء علنا وش أيضا كتب الوصول كمراجعه حتى أتى المسجد له مسجد التقي فقام يصلي نبي قوا يستغيون تقي بأطول قيام والركوع والسجود سجودي أدرد يركوعتي أدرد يستغتي أدرد بكت كذي ما رأيت ما رجب يري أبو موسى نبي قال ما يفعل أسوق السمية درك أنت عليك قط في صلاة صلاة أسوق السمية وش عيدا ثم قال حلو صبنو إن هذه الآيات على مذهن التي تاس يرسل الله رب أدري لا تكون لموت أحد ولا لحياتي روح جريدة دمش يدلش شغلكم ولا ولكن الله يرسلها لكن إلهي بادرة يخوف بها عباد أدوم يسوق عن صنية وكبر رجنية آخر وكحس سنية وكعب سنية فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره هذا وحون كارت وأرجح كعر إلى حسكيسة والدعاه بريديسة واستغفار الدم دافويديسكيس وفي رواية للعلا وحاكجرة كسفت الشمس وقال وحون إلى صو يخوف عباده لفظ وروكبدا لفظ يسو حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا بشر بن فضل الرقاشي حدثنا الجريري سعيد بن اياس الجريري حدثنا ابي العلاء حيا بن عمير البصري عن عبد الرحمن بن سمره و عبد الرحمن بن سمره ابن حبيب ابن عبد الشمس بن عبد مناف القرشي البصري سكن البصره ومات بها هجره مكه عيد كونتون هجره نبي وحكوري افر يتبر حديث هل حديث بإسلام وريان لبنى مسلم بالله تفردي صحابك قال الصحابك وحوري بينما أنا أرمي بأسهمي أنا اللي يبكي كنت أقول لسانية ومدينة دولية كده إسكت أقول لسانية وأعدوا لهم ما استطعتم تبرنية تقول لسانية شيش كبرنية سيقال عن سكيق عليهم في حياة الرسول اللي حلق النبي محمد إذا انكشفت الشمس ورحبا مدوباتيبا فنبتهن قانسدي اللي يبكي بانطوري وقلت وحان إلي في نفسي وي لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله واللي ما أنت وحان أكبر قليا نبي قال وحقص وقرده وقصة ما يو قرح لمدوباتي في انكساف الشمس اليوم مدوباتك قرح ما أنت إيه مدوباتي نبي قابك وردق مو يسوء عبادة إيجية فانتهيت إلي نبي قال سوء قاري ورافع يديه سوء قعميس يقول تاقايا يدعو على بريه ويكبر ربي وينيني ويحمد مهدني ويهلل توحيد ثني حتى جلي عن الشمس إلى قرح اللي قف في المقدقي فقرأ صورتين لبس صورت بو أخرية من البقرة يا هيد من آل عمران فعدك بات بقرة كو أخرية تي لبنا آل عمران بكو أخرية وركع ركعتين لبركع ضدنا النبي هو ليمت إذن حديث كان وحديث تقديم تغير كتير المامية بعدما قرح أي فيت نبي أنه قرآن أخري الصلاة باللابي لكن علمه إليه رواد كان عدين هي وحاوي وذكر ما وقع من غير ترتيب وهذا هو الصواب صلاة ده الرئيسي دعاء الدنبيسي يخذ بضع طيب وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله على بن عبد الله السامي عن الجري سعيد عن حيان بن عمير البصري عن عبد الرحمن سمرة القرشي وكان من أصحاب رسول الله أصحاب النبي محبوا أها لكن من مسلمة الفتح صحابة الإسلام تي فتح مكة أها مات بالبصرة وأنا مركزه سنة كنت نادي هجرة قال وحولي كنت أرتمي أي أرمي بكذا جنتها كنت أرتمي وحنجني أو كنت أقول سنة هي بأسهم اللي لي بعن لها بالمدينة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس قرح يا مذبات فنبت اللي كان طوري أوتير شيء فقلت في نفسي وي والله لا أنظرنا إلى ما حدث لرسول الله في كسوف الشمس واللي وحن إيه يا مانتا نبي كسو قرده قرح مذبات قدرت قال فأتيته نبي كان أتقوى وقائم في الصلاة نبي قال صلاة أتقوى سمرت فأتيته وقائم في الصلاة وقوف سريس رواية ورأيني تقديم التأخير كجره
رافعا يديه قعميس كور قاضي فجعل وحقود قال يسبح لله النزها هو يعبتك هو في مشركين قال كل شيء ويحمد بفضائله ونعمه ونعوت كماله وأوصاف جلاله ويهلل إله توحيد ويلين يتوحيد لإمر توحيد ثري عفو إله كجون العبادة إيه حق بق وخاص ويكبر رب وين ويدعو حتى حصر حتى حصر أي عنها عن الشمس حصر جليا لقف يدين مقدقي ويعضاتي قال وحوري فلما حصر عنها مرك لقف يدين قرأ سورتين وصلى ركعتين تنضم بها دنا نقال الله يسي تأويل كهوري أين أنفعها وظاهر كؤة بعدما قرأ يعضاتي إنه النبي يقول لبس ورد أخرية حقا ركعتين أوتو كذي اجمع بين سوقوريين صلاة إني سنجرين لأقلين بعد انجلاء الشمس قرحوا ضي عضاتي فيدنته وصلاة ده ضي تكتعان لقضينين هذه اللي ودر جمعانها دور كذب جوج جمعة مية ضي تكتعان لقضية جمعة ضي تكتعان لقضية ورعتها قرأ سورتين وصلاة ركعتين إذا مرك تقديم تغيير كاسا كجر حدثنا محمد المثنى أبو موسى البصري حدثنا سالم بن نوح العطار أخبرنا الجرري سعيد عن حياء بن عمير البصري عبد الرحمن السمرة قال بينما أنا أرمي أترمى عفوا أترمى أن كنت لسني بأسم لي على عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم استعداد لابد من إعداد العدة إذ خصفت الشمس بامدوباتي ثم ذكر وحوشة نحو حديثهما يا شيخ يا سالم باشيخ يا حديثك أي لبد وذك سقاطين عبد الله على إيوه كوما أنيك كله يبشر كلاهما عن جرير عن الجرير سعيد وحدثني هارون سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب عبد الله أخبرني عامر بن حارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي القاسم محمد بن بكر الصديق عن عبد الله بن عمر عبد الله مشن صدق شيء أنه كان يخبر عن رسول الله رسول كله حكت بن عمر أنه قال إنه يري إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياة أو شيء إذا وجب بضطين ولذلك وحوري أدلة الماميس أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة تفيد القطع واليقين حابن حجر عند أهل الحديث ننك إنكر بعض العلم فهو كافر ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموها عفوا رأيتموهما فصلوا تكذا وإلهي عابدا وحدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد عبد الله بن عمير قال حدثنا مصعب ومن قدام مصعب بن ثابت هو قال النووي حدثنا زائدة يعني بن قدامة أبو ثق بن قدامة زائدة بن قدامة ثقفي أبو السلت عفوا حدثنا زياد بن علاقة حقوبا ده وأردهيا وفي رواية بكر وحجر قال زياد بن علاقة وحيري سمعت المغيرة بن شعبة أبو بكر بن أبي شيبة لفظ جيسي وحكى الدوية محمد عبد الله بن عمر كلمه كدوا هي سمعت المغيرة بن شعبة مقلي يقول اسول ان كسفت الشمس قرح المذوبات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مات ابراهيم مالك ابراهيم غيريودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك مرق لاي النبي وكو اهيد وقد غرنيس هو و كير سوبنو هذا انا قرح المذوبات مصيبه كوين باب تيمد والنبي كبقي ادون كدم الى روغو مصيبتنا هلاك السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله هذا ذلك يقول مذوباتي ويهدي إلهي بريا وصلوا تكذا حتى تنكسف إلى أي حتى تنكشف عفو إلى أي فيدن توب برناك تماده اليوم مسلم طبعا حديث بكوشي بابك طبعا حديث عائشة حديث جابن عبد الله الأنساري حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق حديث عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمر أبو مسعود الأنصاري أبو موسى الأشعري عبد الرحمن الصمرة مغيرة بن شعبة كوكا بكبي حمان كتبي ها عثمان بن عفان حديث من الصمرة أوليه أسماء وان شيء هذه أسماء وان شيء طبعا كحديث أيه إمام كوكا بسدي أحاديث بابك كوتمت الإمام البخاري أفرتن حديث بكل شيء في صحيح قبل الكسوف أفرتن حديث لكن أخذنا ومكرر بالمكرر سديد حديث يأفرتن قرسو علي سديد حديث بكل كتاب الكسوف وسوع العلي مختصرة ومطولة أفرتن شير أحاديث بخاري وريو دان سديد مسلم ولو داقي مسلم بوحولة ديري هاي لبا حديث بخاري حديث وسديد كجروس مسلم كتقو أبو بكر أوريو
أبو بكر نفع بن حارث حديث أولي هاي أبو بخاري ووريه سديد ديسا كمدا أيوس مسلم كتاقي طوم بنا مسلم وريا لا أبو بخاري لا ديري مركا أيضا أسلم حالة لا ديري هاي هل حديث هل حديث طيب إذن المهم بخاري يا مسلم حي وداغان تضبع حديث بوداغان تضبع حديث بخاري هل حديث بولا ديري مسلم وحديث أبو بكر مسلمنا لا بولا ديري كمدا حديثك سمورة عبد الرحمن صبر وكمدي هاي مذاهب علماء وان صوم الرأي شغل الباني رسالة قري وصلاة الكسوف وكقري أولي هاي صلاة ظهور إيه ركعتان في كل ركعة ركوع عن وحنك هين وغلط رأي لجسو قري البخاري يا أحمد يا شافعي من قيمنا أدب دفاع جريبة سو كده بعيد رأي مسلم أم راي إسلام راهوية إيو ابن خزيمة مسلم ابن منذر خطابي ابن حبان رجع أي تجمع بأوان أكسن أنت أن تقليد مرأي إنه وحاول إلى رواه بحسب الأحوال وحاكروا كتوسي الصحابة طبق ذي علي عثمان بن عباس عبد الله بن الزبير كل قد بسداس أي سمين شرين سداس أي سمين شرين مركا أيوة لبلبتو كذا والله يا لبرك عود قلي في كل رقعة أيوة صدح قلي في كل رقعة أيوة قلي أفر في كل رقعة والله يا وحين تاكبنا مسوا أرون أما الحنفية أيوة وركض وام حي صلاة الكسوف حلوة كصلاة الصبح بقى ركعة واحدة في كل ركعة صلاة الصبح جمعة سنة تكتان لبدا ركعة بلو تكنية لبقي مشرا لبركع مشرا هولها المسعون سيدنا يوم أحاديث بيد دليش أن كل من في الصحيحين بيد دليش حديث نعمان بشير باكمدة حديثه حكمدة سمر بن جندب حديثه حكمدة قبيسة ابن المخارق الهلالي باكمدة دور حديث لا أفعد بيد دليش ذان بدن كذا وضعيفه وي بدن كذا وضعيفه بنوى مراكير هل حديثه كو أصحباب كان مجره لكن سنن كي قيبة كمدة كو إيمانيان والله سبحانه وتعالى أعلم كتابك مسلم هل كاسو تاغنانا يا الى امر ذنبه